عندي 12 بنت وولد وولد صوت البنات الولد خارج البنات كيصوتوني الجوجات هذيك العرجه والاخرى وحده عرجه كيصوتوني ومرمدوني وسرقوا عليا حوايجي وداوني كشطوا لي حوايجي وما خلاوش ليا انا شاكيه بهم لله وسيدنا وارحموشي. انا كنت حاجبه من الراجل 21 سنه باش مات دابا انا هو في الروضه وانا حاجبه في الدار ما نعزين ما نتزين ما كنمشي عند حد دايره عليك الحصار دايره عليا الحصار جا ولد اختي جا ولد اختي راه ماتت جا دارمي جا يشوفني جا يشوفني دارت عليه الحصار قالت لي امو يدخلش لا هو ولا امو هز امو دارت ماره ماتت وما مشيتش ليها حبسوها لقى ديال ام تاع 12 الخلق هادي السيده حاجبه وبناتها كيصوتوها كيضربوها وشدتها بنتها شربة المقاطع طيحت شربة المقاطع وزحفت وبنتها عندها 62 عام كيصوتوها وسلخوها وداو ليها حويجاتها خادوهم ليها وكيخرجوها للزنقة كيضربوها وكيديروا ليها الحصار تحت ما كيجي عندها وتحت ما كيخليو تحت يدير معاها صلة الرحيم وهاد السيدة أمهم ونقصهم وديما كيحيحوا عليها في الدرب وكيعيروها وكيقولوا فيها الكلام فاحش وهي مرة عندها 85 عام وديما مثل ربعة ونص الصباح حنا فايقين الدرب كيشهد المالين حوانت وكل شيء كيشهد بهذا الشيء وما كتزعج السكان ودابا اخر جديتها درت لها 5 شكايات واتحد منصفها الكوميسيريا تقدمنا للمحكمه وكنطالبوا الناس المسؤولين في المحكمه باش ياخذوا حق هاد الشيبانيه والله ياخذ فيهم الحق والله ينصر عليهم والله ياخذ فيهم الحق.